حبيب اخوك، رجعنا لكم خلاص من الاجازه وجايين بقى متحمسين. وعايز اقول لك انا سهران طول الليل عمال اعمل في تشكيله يمين وتشكيله شمال لحد كده ما الشيطان لعب في دماغي وعملت تشكيله. انت في الاجازه؟ لا انا والله في الاجازه ما عملتش كتير، عملت تشكيله واحده بس امبارح بجد. انا قعدت اعمل حاجات غريبه وبعدين استقريت على الخطه في منتهى الذكاء هقولها لكم. اما عم سيمبوس فمستقر على تشكيلته خلاص، لئيم قوي ومحضر الورقه وشغل عالي. قبل النهائي يعني اكيد هنعدل. يعني هو في الغالب يعني والفانتازي بكره انا هخش بالتشكيله دي، الا بقى لو غيرت رايي، بس ان شاء الله مش هغير رايي. بس قبل اي حاجه مساءكم لذيذ، اهلا بيكم معانا في برنامج كره في اللذيذ. لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. انزل اضغط لايك بسرعه، عملنا كومنت يشجعنا ويلا بينا نبدا. طب يا عم سيمبوس، قبل ما نقول تشكيلاتنا انا عايز اقول بس شويه ايه معلومات كده من البري سيزون. ايوه بقى معلومات. ايه اللي ممكن نستفيده؟ اولا الناس اللي كانت خايفه من، انا اتكلم على ارسنال الاول، الناس اللي كانت خايفه من جابرييل وصليبه والروتيشن وبتاع، انا حابه اطمنك كواحد ارسنالاوي، جابرييل وصليبه مش هيتمسوا، لان السنه اللي فاتت جابرييل لما رايح في اول كام ماتش الارسنال وقعت وخسرت نقط. عايز اقول لك جابرييل وصليبه دول اساسيين، واعتقد بن وايت كذلك. هو كده كده صليبه اساسي، بس جابرييل كان مشكوك فيها كده كده اساسي يا جماعه، في او حتى في على الاقل في اول السيزون جابرييل اساسي. الاستفادة كمان ان كلافيوري هيخش، ممكن على فكره يخش من اول السيزون تبدا تفوجئ ان هو اساسي، بس المنطقي بيقول ان زينتشينكو او كيفيور او ايا كان، غالبا زينتشينكو هيبتدي وبعد كده هتلاقي كلافيوري ده راكب في المكان ده وشكرا على كده. بالنسبه لخط النص رايس بقى بياخد ادوار متقدمه شويه، بقى بيرفع كورنرات بطريقه متميزه اكتر، خلي بالك من النقطه دي، يعني ممكن يجيب لك اسيستات، بيرفع بطريقه حلوه جدا، واضح ان هم بيتمرنوا على الكور الثابته زي ما شفنا جابرييل وصليبه جابوا جونين بالهيد قدام ليون وبطريقه متميزه، واتكرروا في الماتش اكتر من مره، يعني وارد جدا هم بيتطوروا في النقطه دي اكتر واكتر، فخلي بالك من النقطه دي، نقطه مميزه جدا. عايز اقول لك ان ساكا شكله في الملعب برغم ان الناس شفت الناس بتتكلم كتير يقول لك كان وحش وما جابش فورمه، فاكس الكلام ده. انا شفت ساكا بيحاول بالهيد كتير، بيوصل كتير، خطير جدا في الملعب، يمكن ما جابش حاجه بس مازال انا شايفه في الملعب واضح قوي. واللي كان واضح جدا جدا اوديجارد، فظيع يا جدعان، اوديجارد طول عمره فظيع. وعايز اقول لك ان انا برضو اللي استشفيته ان هافرز هيبقى المهاجم الاساسي، لو ما جابوش مهاجم فهافرز اختيار ممتاز جدا للي عايزه، لان ما اعتقدش ان خيسوس هيعتمد عليه نظرا لاصاباته ونظرا لان هو البدني عند هافرز احلى بالظبط، البدني والكور العاليه اللي بيستفاد منها من رايا ومن الدفاع، ان هافرز بيعرف يستقبلها وهافرز بيعرف يسقط كتير في نص الملعب. فاعتقد ان هافرز اختيار مميز جدا، حتى لو في اسوء الظروف ما لعبش قدام هتلاقيه برده في الملعب بيلعب وبرده بيتقدم، فهو اختيار واوبشن جامد. جايب جولين واسيستين. عايز اقول لك معلومه كمان، انت عايز تبتدي بمارتينيلي، واضح ان مارتينيلي هيبتدي، وانا بقولها لك اهو جايلك من المستقبل، مارتينيلي مش هيعمل فورمه كالعاده او هيتصاب، وتروسارد اللي هيركب، بس ما تجيبش تروسارد من الاول لانه هينزل كبديل. ده الخلاصه الا لو حصلت انتقالات للارسنال، ده الخلاصه اللي الارسنال هيبتدي بيها. واضح ان الارسنال هيكمل في المنظومه الدفاعيه القويه جدا، فهنستفاد منه دفاعيا فما يغركش الماتشات، ده بالنسبه للارسنال. اما بالنسبه لليفربول عايز اقول لك حاجه، صلاح الناس بيقول لك ما جابش فورمه، لا صلاح شكله في الملعب حلو، بيحاول على الاطراف اكتر بالظبط، بس بيشوط بيرفع ولسه الفرقه ما اندمجتش قوي، فالصلاح اوبشن خطير. عايز اقول لك ان اللي ماسكين فورمات اتنين جامدين قوي واعتقد ان هم اللي هيبتدوا السيزون، دييجو جوتا ولا كلمه، اللي شاف الفينش اللي عمله يعني بيقول له انا اساسي ورقم تسعه مات الكلام. اما لويس دياس فراجع احسن فورمه ممكن تتخيلها، بس في كلام انه هيمشي. ماشي، ما هو لو مشى خلاص ده امر تاني، لكن انا بكلمك على بدايه السيزون، اعتقد ان لويس دياز اوبشن كويس، بس انا شايف ان جوتا، ارنولد عمل اسيست ما لعبش طول الماتش، بس ارنولد تقريبا كده هيبقى اوبشن خطير. روبرتسون الناس بتقول مصاب، انا شفته في الماتش التاني بتاع ليفربول كان بيلعب في التشكيله التانيه، بس مقلق منه شويه، الناس كلها بتتكلم على ان كوانسا احتمال هو اللي يكون الاساسي على كوناتي. على كوناتي بدا كتير قوي في الماتشات، بس برضو فيها ريسك من وجهه نظري، انت ما تعرفش كان في تشكيلتين بيلعبوا، هل هو هيفاضل المدرب لسه بيفاضل اللعيبه؟ اربعة ونص دفاع ليفربول فجمدان. لو عايز تدي في الاول انا مش ضد ده، بس شايف ان ترينت هيبقى صفقه جامده، لعيبه نص الملعب بصراحه متالقه، بس ما نعرفش مين لعب رقم 10، فابعد دلوقتي عن سبوسلاي، ممكن يبقى اليوت، ما تعرفش ايه الوضع ده بالنسبه ايه لليفربول. اما تشيلسي بالنظر كده، ما اتفرجت على تشيلسي، بالمر يا جدعان لما بنزل 45 دقيقه
الراجل يا جماعه عنده رؤيه مش ممكن، بيرمي صوروهات ولا الواد ده جامد، ما لعبش خالص، الواد ده جامد، واعتقد ان هو بيوفره وبيحاول ينزله انه هينزل اكيد قدام السيتي في اول ماتش كده. بالمر ونكونكو هينزلوا اساسي بالظبط، هما كانوا دكه اصلا. ونكونكو يا جماعه احسن لاعب شفته في تشيلسي في البري سيزون، بينزل بيقلب الملعب. يعني يا جماعه اللاعب ده ثمنه فيه اندر برايزد، لازم تفكر فيه. انا مش عارف ازاي ضبل من تشيلسي والله، اخش بالمر ونكونكو بس المشكله يعني ان اول ماتش السيتي بالظبط. بس نكونكو بجد اللي مش هيجيب بالمر لازم يفكر في نكونكو، لعيب فوق الفظيع بشويه. وعايز اقول له كمان ان نيتو اللي جه ده من ولفرهامبتون هو لسه برضه هتبقى ايه، محتاج تراقبه الاول. فانا شايف ان تشيلسي انت هتجيب الاسامي المضمونه لحد ما تشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. سانشيز غالبا اساسي خلاص، سانشيز اساسي، بس خلي بالك برضه هيفضل في حته لعبت وحش اطلع يورجنسون اللي جايبينه مكانك هيلعب مكانك. ده بالنسبه لتشيلسي، ده بالنسبه للفرق الكبيره. في حد ثاني من الفرق الكبيره؟ توتنهام، خلي بالك سولانكي هيقلب الدنيا، بيغير لك كل الموازين. دخلته التشكيل اول ما سمعت الخبر بالزبط. بس عايز اقول لك نقطه بس سريعه عشان تبقى فاهم، سولانكي ممكن يكون لسه جاي جديد، بس عايز اقول لك ان بوستوغلو هو بيحب ينزل لعيبه، جاب فان دي فين السنه اللي فاتت قبلها بثلاث ايام نزل يلعبوا. سولانكي مش محتاج يخش فورمه، سولانكي هينزل يلعب، وحتى لو ما نزلش يلعب هينزل من على الدكه مكان كلوزوفسكي اللي هيلعب مهاجم، اللي على فكره عامل ست مردود هجومي في خمس ماتشات. يعني كلوزوفسكي بيقول للمدرب حتى لو ما لعبتنيش مهاجم انا هلعب رقم 10 واخرب الدنيا، هلعب لك جناح واخرب الدنيا. فهو اوبشن كويس لو هتفكر فيه. توتنهام دفاعيا ملط، ما تفكرش حد من دفاعهم الا بيدرو بورو لو عايز حاجه ايه في تظبطك هجوميا، لكن دفاع ما تستناش في مين تاني من الكبار. مانشستر سيتي بقى انت سيتي الكبير قوي. مانشستر سيتي بص ما تعرفش تحكم عليها، هي كسبت في الدرع الخيريه برضو بحبه عيال تمام، بس كانت دفاعيا وحشه قوي في الدرع الخيريه بالظبط. الدفاع ما عجبنيش نهائي. احنا عارفين السيتي هتبدا ازاي وهتنهي الموسم ازاي، احنا خلاص حفظنا القصه. السيتي في الاول ما تراهنش عليها قوي، ده وجهه نظري، الا طبعا على التنين اللي قدام ده اللي ما بيفرقش معاه حاجه تمام. في جفارديول، خلي بالك من نقطه ان الجريش اتصاب، يعني دوكو بيقطم، يعني جفارديول مش هيخش هو كمان ويقطم. ممكن يلعب سنتر باك، ممكن يلعب فول باك، بس ما يهاجمش كتير، ما اعتقدش انه هيكون افضل اوبشن. في مين تاني من الكبار؟ استون فيلا خريانه مداريانه، فرقه في الضياع من غير واتكنز، وخد بالك جايبين صفقات كتير قوي، هيبقى في روتيشن وكمان جدا. وكمان الابطال فاهم، هيبقى بقى اللعيبه اللي مش هتعرف مين اللي هيريح ومين اللي هيلعب، فبناقص نقطه بقى فكر فيها كويس قوي. ابسويتش تاون اللي الناس بتقول عليها هتبقى حاصله وبتاع، في الوديات مدمره الدنيا، ما بيخش فيها اجوان، بيجيب كلين شيت، فهناخد بالنا من الكلام ده كله. يعني هتبقى حصاله فعلا ليستر سيتي، عندك فاردي مصاب، داكا مصاب فاهم، فالدنيا خربانه خالص. ففي ملاحظات بقى هتيجي وانا ايه يعني مش فاكر قوي، هتيجي بقى احنا نقول تشكيلاتنا. طب مين يبتدي؟ عم سيمبوس ابتدي انت بقى. عادي بقى لا ابتدي انت عشان انا تشكيلتي ديفرنشال قوي. ماشي نخش في حراسه المرمى. تمام. هندرسون كريستال بالاس. عاش. استقريت على هندرسون خصوصا ان جونستون هيمشي، في كلام انه هيمشي، قال لك هو مش عاجبه مش هيلعب اساسي وبتاع. هو كان حارس الاساسي وعلى فكره حارس مميز جدا، فلما هندرسون جامد قوي، وانا بحترم على فكره اي لاعب. انا ما احترمت الفاريز جدا، انا ما بليش مكان اساسي امشي، زي بالمر مش مكان اساسي امشي، انا مش هقعد دكه تمام. جونستون حارس يعني مميز، بالمر ده كان احسن قرار في حياته بالظبط. وعلى فكره الفاريز وافتكر هيبقى قرار مميز جدا، انه صغير وممكن يمشي من اتلتيكو لريال مدريد نفسه. فده قرار كويس، انا ما ينفعش افضل محبوس وانا عندي امكانيات. على فكره ده اللي عمله ابننا محمد صلاح لما انتقل من تشيلسي، ده اللعيب اللي عنده ثقه في نفسه لازم يعمل كده، وده اللي ما عملوش للاسف. ان كان مع مورينيو انا كان مسود عيشته بالظبط. خش لنا اختيار مميز جدا عن سيمبوس. عشان كريستال بالاس طبعا الرن جميله جدا ولا احلى، وطبعا انت ممكن تعمل كومبو بقى، تجيب هندرسون وتجيب اللي هو الحارس الكريستال بالاس الاحتياطي باربعه، بس تاخد بالك انت كده هيبقى معاك خانتين من كريستال بالاس ومعاك ايزي، فانت لو عاوز تجيب بقى ماتيتا بعدين مش عارف ايه يعني. ماتيتا او اسماعيل اسار، خلي بالك في اوبشن او مونوس، يعني في ناس على فكره. كريستال بالاس دي انا متوقع انها هتكون الحصان الاسود للدوري السنه دي، انا متوقع مثلا مركز خامس سادس. لا حصان اسود وست هام، معلش ممكن ممكن، بس خلي بالك يعني ايه يا تاريخ. ده حقيقه بالتفاصيل اللي هم جابوها، بس يعني عايز اقول لك لسه يعتبر الايه الموسم الاول اللي بتيجي، بس ده الراجل ده جرب وعمل شغل وشكله كده هيبقى جامد. المدرب كريستال بالاس ده باي لعيب هيبقى جامد. بالظبط بالظبط.
طيب فدي دي الفكره في هندرسون يا جماعه، هو الاونر شيب بتاعه ملكيته 9.2 فيعني احلى ديفرنشال. انا وانا كان عندي الخيار ده، يا اما اجيب رايا واقلل في الدفاع، بس انا اخترت ايه هندرسون بعد ما ايه صليبه وجابريل جابوا جوان، قلت لا بقى انا اجيب بقى واحد لازم بصراحه. هو النقط المتوقعه بتاعته معدل النقط في اول اربع جولات 13.9 تمام شغال. نخش على الدفاع بقى والتقل بقى ونصرف ونكلم صح. على فكره مش ضد ده خالص يعني. كفارديول تمام 6 مليون. جوفارديول يا جماعه هو جامد جدا، ونقطه المتوقعه بتاعته 20.6 تمام، عاليه جدا بالنسبه للمدافعين اللي هنقولهم كمان شويه. الفكره كلها ان نص الفرقه في السيتي مصابه، هي قصدي مش هيلعبوا في الاول، فهو كمان جريليش اتصاب زي ما قلنا من شويه، دوكو بيقطم، فايه جوفارديول مش هينفع يتقدم، فهو بيلعب كانه فول باك ما بيتقدمش، يا اما سنتر باك تمام. ما عادش هجومي زي الاول، هيبقى هجومي لما الفريق يبدا يرجع، فودن بقى ودي بروين ومش عارف ايه والشغل ده، فانت هيبقى معاك ايه كاستثمار اديك مغطي دفاع السيتي ومعاك ايه مكمل ايه طول السيزون، وممكن يخطف لك اي حاجه عادي جدا تمام تمام. الملكيه بتاعته 33% تمام. عندك ايه تاني واحد بين وايت، انا قلت بقى مش هجيب لا صليبه ولا جابرييل، انا ايه هخش بوايت على فكره اختيار منطقي جدا وديفرنشال، وبقى ديفرنشال في دفاع الارسنال، وكمان واحد كده كده بيلعب اساسي واحنا عارفين بيجيب نقط هجوميه، لا وبيلعب جنب ساكا يعني خلي بالك من النقطه دي، ساكا بيقطم هو يطلع ياخد منه الباصه يعرض، هو بقى بيطلع قدام بقى مش زي صليبه وجابرييل تمام، مش على الركنيات بس وكده تمام. فانا قلت ازود النص ده، هو الناس كلها مستغلياه تمام، وانا شايفه غالي برده بس قشطه، انا معايا ديفرنشال جامد. لا وخلي بالك انت برده بتضمن فئه سعريه في الخانه دي تقدر تنزل منها، فدي حاجه كويسه. ايوه ده جامد كمدى، كان ممكن اجيب بتروجول 5.5 بس يعني انا صرفت تمام. ارنولد طبعا ثالث واحد في الدفاع عندي، يا جماعه ما لعبش خالص، نزل شويه في الماتش قدام اشبيليه، عمل اسيست ولا اروع لجوتا في الهواء كده اللي شافه الجون يا جماعه جمدان. على فكره الجمدان في الجون ان هو عامل اسيست وهو ماشي في نص الملعب يعني مش عرضيه مش كورنر، بيتقدم يا جماعه جدا، وطبعا ضربات ثابته وفاولات كل حاجه، ونظام البونص هيخدمه وبعد ما خرج لبس جون يعني لعيب مش فورم تمام. النقط المتوقعه بتاعته 20 تمام زي جفارديول بالظبط تمام. ملكيته 24.6 زي الفل، مش ديفرنشال قوي يعني تقريبا كل الناس جايباه بصراحه. لقطه 7 مليون ارنولد 7 مليون والران كويس جدا يا بلاش. هقول لك بقى باقي المدافعين لما نخش على البنش تمام. انا بقول لكم على السين بتوعي دلوقتي، انا بلعب 3-4-3 تمام. نخش على نص الملعب، كولد بالمر طبعا رقم واحد عندي، ايا كان مين هجي اخش ببالمر يا جماعه، اللي بيقول غالي واللي بيقول ما لعبش في البري سيزون ومش جاهز، لا هو انا زي ما قلنا من شويه نزل حبه كده، لا لا لعيب تقيل، وانا اتفرجت على بالمر انا السيزون اللي فات اتفرجت، فانا عارف الراجل ده بيعمل ايه طبعا، وغير ضربات الجزاء. لا والراجل ده ما تقنعيش ان هم يبقوا خسرانين في ماتش وهيطلع من الملعب، وما تقنعيش ان هم كسبانين برده هيطلع وممكن ينافس على الهداف، خد بالك هو يعني ده ايقو مطلوبه جدا، كونكو هيعمله ديو جامد جدا بالظبط تمام. ملكيته طبعا 43.7 رقم خيالي شويه وهيوصل للنص، ونقطه متوقعه 24.9 تمام. اللي بعده محمد صلاح اللي الناس بدات تجيبه، وانا فرحان، انا فرحان ان الناس بدات ما تخشش بيجيبوا جوتا بقى ويجيبوا هالاند ومش عارف ايه، الملك المصري هياخد هداف السنه دي، معلش مع احترامي لعم هالاند تمام. النقطه المتوقعه 30.1 والاونر شيب بتاعته ملكيته 35.3 تمام، قليله على صلاح بصراحه قليله تمام. لا بس هقول لك مش قليله على صلاح، بس هو فكره ان السنه دي اللعيبه غاليه قوي، فالناس اللي مش جايبه صلاح هي مبرره يعني، اللي جاب هالاند مش عارف يجيب صلاح. ايوه انا هو ده اللي خلى دخل هالاند في التشكيل يا جماعه، لو دخلت هالاند في التشكيل لا هجيب بالمر ولا هجيب ايزي ولا اخش بقى بروجرز وسميثرو وابقى خط نص المكسحين عشان هالاند، لا يا عم تمام، التوتال بتاع دول هيجيبوا قد هالاند ان شاء الله لو ما رزعش هاتريك في ابسويتش. ابسويتش سوبر هاتريك، انت مش قلت دفاعها كويس خلاص بقى، ما هو لاعب مش هالاند بقى هتعطل هالاند، مش هالاند بس برضه هتعطل صلاح اول ماتش يعني ما استفدناش. لا هو انا هقول لك، لا بس هقول لك معلومه، الماتش الاوي غير الماتش الهوم يعني، اولا بس هاجي لك في تشكيلتي بس خلاص كمل كمل. ماشي ثالث واحد ايزي طبعا، انا عايز يبقى معايا حد من كريستال بس لان الفرقه عجباني يا جماعه، ومش اي حد ده، هو دلوقتي رقم واحد، بوليسي مش موجود، ماتيتا راجع خسران يا عيني معلش من الاولمبياد تمام، فهو اختيار جامد من كريستال بالاس زي الفل. النقط المتوقعه بتاعته 26، ده رقم مش قليل جامد جدا. الاونر شيب بتاعته ملكيته 33.2 حلوه جدا. ثالث واحد بقى، رابع واحد بقى معايا في نص الملعب اللي هيسند بقى جنب الرجاله سميث رو، تعالى بقى اقول لك ايه حركات بقى سميث رو جامده. سميث رو اول ما انتقل من ارسنال لفولهام قلت الراجل ده سميث رو مشي وبتاع، قال لي يا عم ده تعبان، قلت له لا
نصره جامد حصل. هو انا اقول نصره جامد فاكرين يا جماعه كان بينزل من على الدكه يحط جوان شبه جده كده مع المنتخب. ماشي انا عندي تحفظات، انا راجل ارسنالاوي اقدر اقول لك سميث رو كان بيعمل كده فعلا بقاله سنتين ما عملش اي حاجه، وهو عمل شكله فايق السنه دي او عايز يثبت نفسه عشان اتصاب وما عادش بيلعب اساسي. ايوه بس لما كان بينزل ما كانش بيعمل حاجه بالظبط، لكن بقاله سنتين ما عملش حاجه مع الارسنال، ولما نزل السنه دي شكله كان متحمس، جاب مع الارسنال جول في البري سيزون وراح مع فولهام جاب جونين، فهو راجل شكله احاول يثبت نفسه، بس هو عنده مشاكل كبيره ما تلاقيش مع فريق زي شباب الارسنال زي خسرته للكوره مثلا، يعني بيخسر كوره زي السلام عليكم. تعالى بقى اقول لك ليه تجيب سميث رو. بص يا باشا هيقابل فرقتين صاعدين في اول ثلاث ماتشات، يعني ليستر بقى والحاجات الحلوه دي تمام، متوقع يلعب رقم 10، سجل من على الدكه قدام اشبيليه تمام، يعني نزل من على الدكه وسجل في اول ماتش ليه تمام، لعب 81 دقيقه قدام اوفنهايم وجاب جون كمان تمام، وجاب جونين في الوديات تمام، هو اعتقد ان هو ايه لا هم جايبينه صفقه، لا هو فكره اساسي هو يلعب اساسي هو يعني بصراحه الراجل بيفضل عندي في فئه الخمسه ونص، هو الواد بتاع برايتون مش فاكر اسمه وبنساه معلش تمام تمام بنجيب اسمه حالا تمام. ده خط النص عندي تمام، هقول لك برده البنش في الاخر. الثلاث مهاجمين بقى اللي هم ما فيهمش هالاند تمام، عندك ايزاك طبعا، ايزاك ده يا جماعه اهم لاعب في اللعبه، ما ينفعش تخش كده من غير ايزاك تمام. هقول لك ليه، عشان الملكيه 56% خاربها في الوديات طبعا، لا لا هو لعيب جامد يا جدعان مفيش اي كلام، والران كويس في نيوكاسل والران كويس هجوميا، وما عندوش بقى ويلسون بقى وعفله على دماغه هنزل مكانك وبتاع، لا الراجل فري خالص ومتحرر ده لقطه تمام، بس هو ايه ربنا يبعد عنه الاصابات عشان هو زجاجي تمام. النقط المتوقعه بتاعته 26.7 يعني كتير حلو. ماشي ده اول واحد عندنا باسولانكي اللي هو اول ما راح توتنهام رشقته في التشكيل لعيب كبير جدا، جاب 19 هدف الموسم اللي فات زي ما قلنا من شويه، مش محتاجين نقول تاني ان مستكوبلو جاب فينديفين من هنا راح ملعبه من هنا، هو اصلا طلع قال لك احنا بنحب وخلي بالك على طول، يعني عايز اقول لك بورنموث دي فرقه مش هجوميه قوي يعني او هي هجوميه بس مش طبعا مش زي توتنهام، والراجل جاب 19 جون المفروض يعني لما يروح مع توتنهام ده يجيب جون، اعتقد انه ممكن يطلع هداف الدوري على فكره بسهوله جدا. أيوة. يعني لو الفرص اللي جت لتوتنهام السنه اللي فاتت دي كان في قناص انا اعتقد ان هيطلع في المرتاح. عايز اقول لكم يا جماعه انا بيك فان لسولانكي بحبه جدا. والله اعلم بقى سولانكي هياخد بلاتين من سون، انا ما اعتقدش، بس لو سون مش في الملعب وش هو اللي هيشوط يعني ما فيهاش كلام، ومش بعيد هو مع الوقت لو هيطلع الهداف يبقى هو زي هاري كين كده هيبقى بعد كده هو اللي معاه البلانتيات، فده وارد جدا. وسون غالبا ما بقاش في الملعب يعني عارفين سون ساعات ما بيكملش الماتشات. بالظبط. تمام. الاونر شيب بتاعته 21% اعتقد دي لما كان في بورنموث برده كانت عاليه يعني هو كده كده جامد. النقطه المتوقعه بتاعته 18.7 تمام. اخر واحد بقى كاي هافرتس حبيب قلبي مش هستغنى عنه، بيلعب بقى 9 بيلعب 10 بيلعب مدافع، انا هجيبه بصراحه جايب جونين واسيستين في الماتشات الوديه تمام. طول بري سيزون خيسوس كان ايه بيلعب مهاجم تمام. عندك بقى ايه ارسنال قدام ليون نزل ارتيتا نزل بالتشكيل التقيل بتاعه اللي هو الاساسيين الجامدين، نزل يا جماعه بهافرتس في ايه؟ قدام بيلعب قدام وراكن خيسوس، عشان كده ابعد عن خيسوس خالص لو كنت بتفكر فيه. تمام؟ اعتقد هافرتس هيلعب قدام عشان البدني بتاعه كويس جدا وبيقدم كتير للفريق. تمام؟ هي دي الاساسيين، دول الاساسيين بتوعي. البنش يا كبير. البنش بقى بتاعي اول واحد باركو، باركو ده يا جماعه اهم واحد في باربعه مليون. صح. سومنيان مصاب. تمام؟ في كلام انه رجع في سبتمبر بس هو يعني متوقع انه رجع في اكتوبر تمام. ده لو رجع اصلا خد مكانه، هو كده كده كان ايه مستواه في النازل السيزون اللي فات. كمان باركو بيرفع كورنرات، دي حاجه حلوه ب 4 مليون يا بلاش تمام. فاعتقد يعني ايه حلو جدا، اختيار كويس جدا. صح. ماشي نخش على بعده جونسون. اقول لك جونسون ده اكتر واحد لعب دقايق في ابسوتش، هتقول لي ما هو ممكن يركن ومش ممكن يركن. لا لا مش ممكن يركن، هما جايبينه صفقه. اقول لك هو مكان لو كان شايف انه هيركن او كان ممكن يركن ما كانش هيمشي اصلا من وست هام. تمام. لا يا باشا هو راجل موعود راح فرقه اقل من وست هام وراجل جاي صفقه، لا هو هيلعب وب 4 مليون. على فكره انا عايز اقول لك ان هو في تشكيلتي ومن الاول خالص، انا عارف ان هو انتقل هو في تشكيلتي في كل الدرافتات اللي حاططها، لا جايب بقى هارود بيليس ولا كلام الناس، لا جايب لا جونس. لا عشان انا ببعد عن الملكيته معاليه. لا وغير من كده انا جايب راجل لعيب، يعني جايب راجل لعيب ب 4 مليون. سامتون وليستر هيلبسوا جوان كتير قوي. بالظبط. بقى لك ايه؟ اخر واحد على الدكه سنجاري. انا بقى كان نفسي في السمك
لا انا جبت اللي هو خط نص توتنهام ديفندر تقريبا، فهو ايه نوتنجهام فورست قصدي، فهو هيجيب لي النقطتين لو نزل مع الدكه مش هيشمها اصلا بالظبط. السنه يعني معاك ان تجيب وينك صراحه، ممكن ملكيته عليه ايوه، بس مش هيتباع بتهيألي يعني 4.5 مش هيتباع. طيب تعالى بقى ايه اقول لك تشكيلتي انا ولا كده ناقصك حاجه؟ لا انا كده تمام. طيب يا عم تشكيلتي انا بقى، اتفرج بقى على الجمدان بقى. اولا انا عايز اقول ماشي سيبني بقى مع اقول خلاص. طيب انا بالنسبه لتشكيلتي الجمدان في اللي انا عامله ان انا غالبا ده تفكيري النهارده الله اعلم ببكره عشان بس نكون واضحين. هيجيب ورا ولا يجيب صلاح؟ لا ان شاء الله مش هجيب ورا. لا لا والله بجد انا بفكر يعني، تعالى بس اقول لك نقطه، انا قعدت افكر صلاح ولا هالاند. تمام بكل المقاييس هالاند اهم. هالاند اهم ليه؟ عشان تاني جوله ابس وشتاون تمام هوم سيتي موضوع مرعب، اللعيبه معاه هالاند، في ناس بتفكر تتربله، في ناس بتتكلم دلوقتي في نفس الوقت الفرقه مش كامله برضه مش فصف. لا ما لسه هقول لك، في نفس الوقت الفرقه هتبدا تكمل من الجوله الثانيه، يعني في لعيبه اوريدي هتبدا تخش، ما هو قال لك هنخش من ايه؟ تدريجيا تدريجيا، فممكن لو تعثروا، تخيل لو تشيلسي تعثر تعادل خسر سيتي قصدي، وارد جدا هينزل يعاقب الفرقه اللي هي ابسوش تاون يدكها تمام؟ ممكن يكون فودن رجع، ممكن فوارد ان هالاند هيخرب الدنيا في تاني ماتش، فده موضوع مرعب ان ما يكونش معايا هالاند في تاني جوله. تمام؟ الفكره الثانيه، هل في كفر حاليا من السيتي في اللعيبه اللي مش موجوده لهالاند؟ مفيش، وحتى الفارس مش موجود، هالاند كده كده في الملعب هو المهاجم مفيش غيره، انما في كفر لصلاح، صلاح بيلعب من الطرف شويه، يعني ممكن تلاقي ماتش خلصان 2-0 صلاح عمل اسيست وجوتا اللي جاب الجونين، مثلا انا بتخيل سيناريوهات، لكن هل ده اللي ممكن يحصل؟ الله اعلم، كله في علم الغيب، ممكن صلاح اللي يخربها، فده بالنسبه بس لنقطه ايه هالاند وصلاح، انا ده تفكيري حاليا، انا ما اعرفش انا هعمل ايه. هالاند مشكلته معايا انه غالي جدا، ولو ما عملش حاجه انا اقعد اقول انا جبت لعيبه 15 مليون بوسط التشكيله، دي المشكله، بس لو عمل الناس هتجري تشتري ويقعد يغلى. لا لو عرفوا يجيبوه بس ما حدش عارف يجيبه. شكرا. فاللي جابه جابه في الاول تمام؟ اللي هي ما تجيبوش بقى، ولكن لكن هقول لك انا فرقتي اللي انا جايبها دي على اساس ان انا هعمل وايلد كارد في الجوله الرابعه. ليه انا بفكر اعمل كده؟ اولا لان انا مش مقتنع ان الواحد هيعرف يبدا بالبريميوم المتالقين في اول السيزون. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في واحد زي واتكنز مثلا هو غالبا مش هيلعب اول ماتش، ما لعبش في البري سيزون خالص ولا دقيقه، انا قعدت ادور اشوفه مصاب ولا ايه، ما فيش اي حاجه طلع. جينا لقينا استون فيلا فرقه بتلعب كويس، وواتكنز نزل من تاني ماتش بدا يجيب هاتريك ولا جاب جونين، وواتكنز حلو، فانا مثلا واتكنز عايز ادخله في التشكيله، فغالبا عايز ادخله بوالد كارد. طيب لعيب زي ايه؟ لعيب زي فودن دلوقتي كل الناس مش جايبه سيرته ومرتاحه نفسيا، فودن مش موجود. لكن تخيل من تاني ماتش ابسوش داون فودن هاتريك، كله هيجري يجيب فودن. فانا اعتقد بالشكل السيزون ده اول مره تحصل على فكره ان يكون اليورو لسه جاي واللعيبه اغلبيتها بتوع الدوري الانجليزي كانوا بيلعبوا وكلهم ما بيلعبوش في الاول، او في ريسك ان هم مش كل متالقين او مجهدين. فعايز اقول لك انك ممكن تلاقي والمر بيلعب وحش، ممكن تلاقي ساكا مش في الفورمه، بس من تاني تالت ماتش اللعيبه دي تخش فورمه، فاحتاج تفور تشكيلتك كلها. فده الفكره اللي عندي، ان انا غالبا الوايلد كارد ده انا هحتاجه ان انا اقلب الفرقه دي بسرعه قبل ما الناس تبدا تشتري، فابدا ايه اغير. طب انا عايز ابدا بالناس المضمونه، انا جايب مين؟ جايب اريولا. انا لحد دلوقتي ممكن اجيب جونستون زي ما زيمبوس جايب، لان انا كده قصدي هندرسون سوري، على اساس ان انا كده هعمل وايلد كارد، ولكن انا جايب اريولا تمام. انا شايف استون فيلا مش احسن من فورمه، واتكنز غالبا مش هيلعب، فممكن تلاقي واستهام من اول الموسم اللي جايبك كلمه واستهام اتحسن دفاعي، وانا واثق من لوبتيجي. على فكره يا جماعه لوبتيجي مدرب دفاعي بحت، مش هتبقى واستهام بتاع السنه اللي فاتت اللي كان دفاعها لا بحت، يعني انت بترجع لاحصائياته مدرب دفاعي متميز جدا. طبعا مش في اول السيزون هيظبط الكلام، بس وارد ان الدنيا تلاقيها بدأ تظبط من الاول، فوارد ان هم يجيبوا كلين شيت، او على الاقل خلاص اريولا ده يجيب لي نقط والناس مش متوقعه وراحه كلها لفليكن وكده، فانا كنت رايح مع اريولا. وطبعا ايه اللي في على الدكه بتاعه فابيانسكي. طيب الدفاع قلبا وقالبا، لا تقول لي بقى ماتشات صعبه، ارسنال عودتنا يا جماعه انها بتجيب كلين شيت قدام السيتي، ليفربول ما كانش بيفرق لها. طب هل السيتي حاليا او هل المنافسين حاليا اقوى؟ فيهم عناصر اقوى، بس هل فعلا الفرقه دي اقوى انها تعرف تهز الارسنال؟ كانت السيتي كامله السنه اللي فاتت ما عرفتش تهز دفاع الارسنال على فكره، دفاع الارسنال على فكره بيزيد قوه مش بيزيد ضعف، فانك ما تجيبش حد من دفاع الارسنال ده على فكره مخاطره، لانك هترجع بعد كده تحتاج تشتريه، لان تخيل وخلي بالك بقى بالسيناريو ده، ولفرهامبتون ماتش سهل على فكره، الارسنال طلع كلين شيت وجابرييل جاب له جون،
من تاني ماتش الناس هتقعد تشتري جابرييل، كله هيجري يشتري جابرييل، كله هيجري يشتري صليبا حتى لو الماتش اللي بعده صعب، وفاهم الفكره؟ فانت لازم تبتدي بالناس اللي انت عارف ان هم كده كده هيبقوا جامدين. جابرييل هيبقى جامد، فانا ده انا مفكر ادبل والله من الارسنال، ولكن انا ايه اخترت العقل وجبت جابرييل لان انا شايف مردوده الهجومي اعلى من انت دبل. لا ما انا ممكن اضحي، ما خلي بالك ما انا هاجي في الوالد كارد على فكره، لو حسيت ان انا بعمل في الجوله الرابعه فاضل ماتشين على ماتشات السهله بتاع الارسنال، انا ممكن اقوم جايب في الوالد كارد اصلا اتنين من الارسنال ورايح دماغي لاخر السيزون، فاهم يعني؟ اللي هو اتنين من ارسنال، لو لقيت وايت فورمه هجيب بوايت واكمل بيه مثلا زيك. طيب مين اللي جنبه؟ مونوز. ما زلت شايف ان هو ديفرنشال بيلعب نص ملعب اصلا جامد، بيلعبش مدافع وديفرنشال، ديفرنشال من الفرقه انا متفرج عليها واثق فيه ويوفر لي شويه، لانه ب 5 مليون ما عرفتش اجيب اغلى من كده. لو معايا اغلى من كده انا وارد جدا جدا ان انا افكر ادبل من ارسنال او اجيب جفارديول المفروض اجيبه، بس خد مني السيتي طالما الفرقه مش كامله في البري سيزون دفاعيا وحشه، حتى في الدرع الخيري وحشه جدا دفاعيا، وهي بتبتدي اساسا السيزون وحشه جدا، تمام؟ هتتألق بس بعدين. المفروض انت جايب جفارديول عشان يقدم لك مردود هجومي. طب بوضع ان جريليش اتصاب فيها شك، بوضع ان فودن مش موجود، بوضع ان دي بروين لسه مش فورمه، تبدا تقلق يعني. المفروض جفارديول وارد جدا، وارد بس بكلمك بالمنطق، تمام؟ انا بختار الاختيار في وجهه نظري الاحسن، يعني في اختيار حلو واختيار احلى، بحاول اختار الاحلى من وجهه نظري، تمام؟ طيب اخش لك للثالث. طبعا ارنولد كده كده انا هجيبه كان اضمن فئه سعريه لواحد متوقع جدا يتالق، متوقع جدا ان هو فرقه كبيره زي ليفربول الرام بتاعه سهل، فانا حتى لو احتجت ابيعه ادي ايه هيوفر لي. لان خلي بالك ارنولد لو جه في اول ماتش جون واسيست ولا اتنين اسيست هيغلى على ثالث ماتش، هتلاقي سعره بقى قد كده، فانا جايبه من الاول. لان لو ما جبتوش 7 و1 بس هيخليك بقى في دوامه. بص يا جماعه الغالي لو ما جبتوش مش هتعرف تجيبه، خد مني بعد ماتشين مش هتعرف تجيبه، فانا جايب كده كده. هالاند مش هيغلى اكتر من كده اعتقد 15 ده الماكس ولا ايه؟ إيه هالاند؟ لا ما هالاند 15 ده الماكس خلاص. لا لا يا عم هيغلى في بعد 15. ما هو طالما ما جابش لسه 85% من الكاو والجو ده، بس تخيل لو صلاح اول ماتشين ما عملش حاجه وهالاند قام جايب هاتريك في ثالث ماتش ثاني ماتش او جاب او خلي بالك لو هالاند جاب جون في تشيلسي او جاله مثلا ضربه جزاء واسيست مثلا وجه في ابسويتش جاب هاتريك، هالاند الناس كلها بدأت صراحه تجيبها. ما ده اللي هيحصل، كل دي سيناريوهات احنا شفناها. فانت لو عرفت، انا عايز اقول لك ان اضمن طريقه تعملها انك تبدا بارنولد وتبدا بصلاح وتبدا بهالاند وتبدا بلعيبه تعبانه وتتكات تعمل وايلد كارد، عشان لو تالقوا الثلاثه مش هتعرف تشتريهم. فلازم تفهم النقطه دي. طب مين بقى المدافعين؟ زي ما سيمبو سال، جونسون جايب لعيب كوره بيلعب في فرقه جاي عشان يثبت نفسه، لعيب هايل جدا ب 4 مليون، وباركو طبعا انا شايف ان هو هيبقى صفقه الموسم احلى واحد ب 4 مليون برضه ب 4 مليون، وافتكر برضه جونسون ده عشان هيطلع عندك حق جدا جدا فيه، تمام؟ ده بالنسبه ده الدفاعي. طبعا انا بادئ بالثلاثه اللي هم الجامدين. خط النص ايزي عشان طبعا ايه الملكيه مش متوقع قوي على فكره، الناس مستهونه بماتش برينتفورد اوي ده، وارد جدا على فكره ماتش مع اقرب، وخصوصا ماتيتا مش موجود، ادوارد اللي هيلعب، الفرقه لسه مش متجانسه قوي، بس وارد الماتش ده على فكره يخلص 1-0 ومش ايزي اللي عامل حاجه، يعني ما فكروش ايزي ده سوبر مان، سوى لعيب بسبعه، وانت مطلوب منك مثلا اول اربع جولات يجيب لك جون واسيست، جونين واسيست، يبقى كتر خير الدنيا، تمام؟ وارد ينفجر، تمام؟ جايبه عشان برده الملكيه، جايب جنبه سميث رو، مقتنع ان انا بحب قوي لما يجيبوا لعيب واشوفه يعني انا ما كنتش مقتنع بيه، انا مش مقتنع بيه على اللونج تيرم، مش متوقع ان هو هيكون قنبله الموسم، بس وارد ان يكون حد جامد. ليه؟ لاني شفته بعيني لما كان جامد قوي بينزل من على الدكه يجيب جون، وشفته بقى لما خد اساسي في الارسنال والكره بقى بتتقطع منه وعمال بيعمل حاجات غريبه، بس اعتقد الواد ده صغير لسه في السن قابل للتطور. مدرب نفسه كمان، مدرب فولهام على فكره من المدربين الحماسي، والفرقه بتهاجم وبتلعب، فانا لا شايف 5.5 انا مش خسران حاجه، تمام؟ خش لك بعد كده. انا طبعا اسم فريقي ساكالانس، تمام؟ يعني انا مش هينفع بكل المقاييس ما يبقاش معايا ساكا طول الموسم، فكده كده ساكا ده هيفضل راشق معايا، ده يعني يقول عليه هالاند بتاعي، تمام؟ ساكا انا واثق فيه قلبا وقالبا، ملوش بديل في الارسنال، تمام؟ مع ضربات الجزاء، فرقه هجوميه جدا. وخلي بالك من نقطه بقى مميزه جدا لازم تعرفها، الكورنرات كلها اليمين ساكا اللي بيرفعها. يعني عايز اقول لك لو انت بتفكر في رايس زي ما هو بيفكر، فما تنساش ان ساكا اللي بيرفع. انا ما بفكر في رايس، دي كان سر، ده كان سر ماشي يعني. لا يعني رايس عمل اسيستين من كورنرين، اللي بيرفع من الناحيه الثانيه ساكا. يا جدعان ساكا له كذا ميزه رهيبه في الارسنال،
تمام، وان لو الارسنال خسران ساكا ده ما يطلعش الملعب، ساكا لو بنص رجل هيلعب. لا ساكا كواليتي طبعا معروف يعني بمدان. المتوقع ان ساكا هيطلع اكتر لعيب جايب نقط في الارسنال في اخر الموسم، فده انت بتجيبه ترميه لحد اخر السيزون وبقى وهو وعلى الله حكايته هيجيب لك نقط كتير جدا. تمام، نخش بقى عم سيمبوس على الحته اللي انا راهنت فيها على ان انا هجيب هالاند ومش هجيب صلاح. جبت ديجو جوتا ليه؟ جايبه لانه اولا متالق في الوديات، احسن رقم 9 حاليا في ليفربول بالنظر حتى، واحنا كلنا عارفين مين الفينشر اللي في ليفربول، محمد صلاح وجوتا. جوتا تمام، جوتا فينشر جامد تمام. هقارنه بنونيز مفيش، بقول لك سلوت جاي من ضمن مهامه تطوير داروين نونيز. ايه انا مش هجيب لعيب بيتطور فكده كده يمشي داروين نونيز. اعتقد ان راجل زي سلوت ده هو جاي عايز يثبت نفسه من الاول، مش هيقعد يغامر يعني. هو الراجل جوتا شكله فورمه هلعب بيه، وممكن بقى ابقى كسبان انزل نونيز. خد الثقه، بيفهم والله. فانا اعتقد ان جوتا هيبقى هو كلوب كان بيراضي الكل، ما اعتقدش ان ده هيعمل كده بالظبط. انا عايز اقول لك ان فارق 5 مليون، فانا يعني لو لقيت خلال الاربع جولات قبل ما اعمل وايلد كارد ان جوتا ده في الاخر مثلا جايب لي نفترض يعني 20 نقطه وصلاح جاب 25، مرضيه يا عم يعني فرق 5 نقط تمام. إيه وارد انها تضرب في وشي، بس عايز اقول لك ان انت الفكره ان صلاح هيكابتن جوتا مش هيكابتنه، ولا انت هتكابتن جوتا؟ ما انا عندي الكابتنه الثانيه بقى عم سيمبوس بقى، ما انت هتيجي في ثاني جوله هتبقى قاعد بقى ايه اكابتن مين، وانا بقى عم كابتن هالاند بقى اللي هيجيب سوبر هاتريك وانت قاعد يعني عامل اكونت ثاني واجيب هالاند هتجيب ورا يعني بس هي دي الفكره، ان انا يعني شايف ان في كفر نوعا ما يعني. الفرقه برده جماعيه، صلاح بيرفع كور، جوتا على فكره بيجيب بالهيد، ممكن يجيب كوره من كورنر بتاع صلاح يبقى عامل اسيست، جوتا اللي جاب، جوتا اللي عمل اسيست. شايف ان ممكن الماتش يخلص 3-0 مثلا، جوتا جونين وصلاح جون، او صلاح جونين وجوتا جون، وارد. وممكن في الاخر لويس دياز اللي يجيب لي جون ولا جوتا ولا صلاح، بس يعني ايه وارد. الراجل برده رقم 9 اللعب بيصب عنده، وعايز اقول لك ان الاوفرات مثلا بتاع ارنولد مش راح لصلاح، ده راح لجوتا، راح الجنب التاني حلو قوي كمان بالظبط. يعني المفروض ان ارنولد ده ملوش علاقه بصلاح، هو بيلعب جنب صلاح، المفروض ان ارنولد ده بيدي لجوتا، فانا شايف ان هو رهان في محله على الاقل كشورت تيرم. طيب انا هاجي في الوايلد كارد لقيت جوتا متالق، والله انا ممكن ادخل صلاح جنب جوتا الاثنين معايا مكملين، لان صلاح هيبقى كلونج تيرم معايا مع البلانتيات، وصلاح انا عارفينه هيجيب نقط كتير، ولكن جوتا لو فضل فورمه وفي ارض الملعب هو الاساسي، لا انا هيفضل معايا في تشكيلتي، وخلي بالك هيكون غلى، عمال الناس تشتريه، فهيبقى معايا كقيمه يعلى معايا. تمام، اخش لك بقى على الهجوم. طبعا الخامس بتاعي وينكس، انا غالبا هشوف مين احسن اختيار بعد كده في الوايلد كارد، هبقى اجيب اللعيب الرخيص تمام اللي ب 4.5، او ساعتها ممكن اقلب الخطه 3-5-2، ما اعرفش بقى ساعتها. لا ما ظهرناش حد حلو ب 4.5 بالظبط، او ممكن فيها. بالظبط. اخش لك بقى على الهجوم، طبعا ايزاك مش هتكلم عنه كتير، الراجل بقى يعني اهم لعيب في اللعبه يا جماعه بالظبط، ونسبه الملكيه خلاص لو مش داخل بيه فانت في حاجه غلط. بص لو في لعيب معدي ال 50% وانت مش داخل فيه انت بتهرج تمام، انت مش داخل تلعب، لان يعني ده لعيب لو كح هيزعلك تمام. اخش لك على بعد كده سولانكي. سولانكي يا جماعه انا بحبه عشان بس كفايه احتفال الانيميشن اللي بيعمله بعد انا بحب سولانكي جدا، شخصيه فعلا فاني جدا، بيك فان يا عم سولانكي. يعني للاسف راح الفرقه عدوتنا، انا بشجع الارسنال لكن انا بحب الواد ده، الواد ده فعلا ولعيب يعني. لما يكون بيطلع في بورنموث جايب 19 جون، وبورنموث مش احسن فرقه هجوميه في الدنيا، تخيل لما تروح توتنهام انا واثق انك ممكن تنزل 10 دقائق حتى في اول ماتش تجيب جونين عادي جدا يعني. سولانكي وخلي بالك سولانكي مش بعيد ياخد ضربات الجزاء، ومش بعيد ان كده كده سون اخره في الملعب من 60-65-70 دقيقه، سولانكي هيبقى مكمل، فاعتقد ربنا يحفظه طبعا من الاصابات، ان هو حتى وسون مش موجود هو اللي اكيد هياخد ضربات الجزاء، ده ما فيهاش كلام. كمان مستوكوجلو اللي هو بيروح على الجون يا جماعه، يا باشا مستوكوجلو كان نص يا جماعه، كنا كلنا بنقول ايه مستوكوجلو ده هجوميا ناقصه مهاجم، فالمهاجم جه هو ناقصه بقى دفاع يعني، هو يحل موضوع الدفاع ده يبقى فرقه مشكله ان ما يبقاش عنده دكه في الفرقه تقوم متصابه تقوم واقعه بالظبط، ده اللي بيحصل معاه بالظبط، هو محتاج يظبط ايه الكلام. عندك بقى الاخير هالاند. هالاند يا جماعه في رايي اهم من صلاح، ملوش كفر بالسيتي في اول الموسم على الاقل، ولو غلق ب 15 غلق ب 15 بواحد مش عارف تجيبه واحد ده في هالاند هيزعلك، فالاضمن انك تخش هالاند وصلاح وارنولد من الاول، ده الاصح انك تجيب الثلاث سبوتات دول وتبدا تنزل منهم لو مش جايبين فورمه، لكن على الاقل خالص فكره هالاند
مش هيتجاب لو قعدت اتشقلبت مش هتعرف تجيبه بعد كده. وايلد كارد بقى بوايلد هتضطر فعلا تعمل وايلد كارد. تمام هالاند ادينا شايفين الراجل برده بيجي جاب في البري سيزون الراجل كده كده معاه البلانتيات فرقه حنكوشه بتحنكش اللي هيلعب على فكره كده جريليش اتصاب دوكو اللي بيقطم ويخش وبوب وبتاع بلانتيات يا معلم والدنيا ايه هتظبط. ماتش الثاني ابسويتش تاون هوم هوم دي فيها افضليه كبيره جدا عن اوي بتاع صلاح في اول ماتش مش على ارض ليفربول تمام فدي تفرق كتير فهالاند هيبقى مرعب جدا في الجوله الثانيه. وخلي بالك ان انا على الاقل عندي كابتن منطقي اكابتنه في اول جوله اللي هو ساكا مثلا او الارجح خالص ايزاك لان في ناس هتكابتن ايزاك على فكره على صلاح وده وارد جدا تلعب ساوثهامبتون فرقه صعد على ارضك في الجودسون بارك مش جودسون بارك صح تمام فبالتالي الماتش مرعب جدا انك انت ايه ما كابتنش ايزاك وارد جدا ان هو الراجل يتألق ويجيب بدل الجون اثنين تمام. فده تفكيري لحد دلوقتي. انا شايف كنت بتناقش مع سيمبوس الحوار ده سيمبوس بيقول ان انا اظبط فريقي واحاول اجل وايلد كارد. انا بدات احس ان المفروض انت لو عامل خطه وماشي عليها وظبطت معاك بيكون الموضوع مرتب واحسن يعني انك تبقى ماشي على خطوط عريضه. يعني انا مثلا التشكيله دي انا خلاص عاملها لاربع جولات فانا مرتاح يا تظبط الخطه تظبط فابقى ماشي تمام واعمل وايلد كارد والدنيا تحسن معايا. ده وجهه نظر على فكره كل واحد له تفكيره. يا اما هتفشل فكون بصححها بالوايلد كارد يعني. فانا حاسس ان انا على الاقل مش زعلان طول ما الفرقه بتاعتي ما بتعملش لان انا عندي خطه البديله القريبه فمحمسني ان انا اكمل في الجولات وكده كده زي ما قلنا الفانتازي ماراثون يا جماعه. انت لو وقعت في الاول ما تزهقش ولا تمسح اللعبه بتاع لا كمل كمل وهتطلع عادي. وعلى فكره شابوه للي عايزين يعملوا في اول سيزون البنش بوست تفكير ولو عايز نبقى اكلمك في الموضوع ده تفكير هايل جدا وبيريحهم في حاجات كتير جدا. اه ليها انت تشكيله بنش بوست نعمل لك واحد بالظبط. فكل واحد لازم يحط خطه. انا لحد دلوقتي خطتي ان انا هعمل وايلد كارد بدري لان انا ساعات بتاخر فيه وبعمله لمجرد ان انا لازم اعمله يعني. فانا شايف ان انا عايز ابدا بدايه قويه وفي نفس الوقت احافظ على البدايه دي لان اللي بيبدا قوي على فكره بيستمر لو هو مش صح. يعني الناس اللي بتبدا ببنش بوست بيبقى فلسفتها اللي بيعملوه صح اللي مش بيعملوه هبل يعني بيعملوه بنش بوست في الاول بيبقى عايز يبدا بدايه قويه ويعمل وايلد كارد في الجوله الثانيه يفضل مكمل عليها ويفرق لان في الاول النقط بتفرق بعد كده النقط ما بتفرقش. يعني تبقى جايب فوق الافريج وبتنزل فهي النقطه في كده ان انت بتدي بدايه قويه وحاطط خطه اعتقد انها هتفرق معاك كتير. بس اتمنى لو تكون الحلقه عجبتكم يعني ما تنسوش ان انتوا تشتركوا معانا اهم حاجه وتفعلوا الجرس عشان صار جديد اول باول. وقبل ما نختم الحلقه ما تنساش تشترك معانا في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس دي عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار اكتبه لنا في الكومنتات واحنا هنجاوبك. وسلام. ادينا حاجه يا اخي حرام عليك حرام عليك. وهي ايه ضربه جزاء ضربه